استراليا لو عندك سجادة باب بقى وعايز تنظفها عشان اتوسخت، ممنوع انك تنظفها بعد الساعة 8، فكونك يعني حضرتك تمسك المنفضة وتنفض السجادة كده فيها غرامة $500 عشان دي بتسبب ازعاج للجيران. عندنا في مصر وفي الاماكن بقى الشعبية حضرتك ما بيحللهمش بقى تنفيذ السجاجيد في البلكونة الا بعد الساعة 12 بالليل، وتلاقي بقى اسمها ايه منفضة نازلة ضرب في السجادة وحضرتك مش مهم اتنين.